إذا قلت أن أتحدث في هذا الموضوع في هذا الفيديو عن المناقشة البيانية الأفقية والمائلة والدورانية، وكل واحدة سوف نتحدث عنها عن حدة. فمثلا لما نجد F لX تساوي لنا مثلا M مربع مثلا أو M، أو مثلا نجدها جذر M، أو مثلا نجدها القيمة المطلقة لM، المهم لا يوجد X، فاعلموا أنها هذه تأتيكم مناقشة أفقية، حتى ولو كانت F لX تساوي F لM، هذه أفقية. أما إذا جاءت مثلا F لX تساوي مثلا X زائد M، بما أن هنا الX ذكر والM ذكر في مكان، لأن أي معادلة مستقيم تكتب AX زائد B، إذا جاء الM يأخذ قيم B، فهذه مناقشة كيف هي؟ مائلة، حتى ولو كانت هنا مثلا 3 4 فإنها مائلة، والمائلة يكون لها علاقة إما بالمستقيم المقارب المائل أو بالمماس. أما إذا جاءت هكذا F لX تساوي مثلا MX مثلا زائد 1، إذا جاء العدد M مضروب في X فاعلموا أنها مناقشة كيف هي؟ تكون مناقشة دورانية، أو تكون هكذا مثلا، وقد جاءت هذه في بكالوريا 2016. إذن لننطلق الآن في عملية التوضيح جيدا. إذن عندنا هذا المثال الذي قلنا نتعلم من خلاله المناقشة البيانية. قال F دالة معرفة على R معادة ناقص 1 بالعبارة F لX تساوي X زائد 1 زائد 1 على X زائد 1. قال دالتا مستقيم مقارب مائل معادلته ها هو دالتا. قال Y يساوي X زائد 1. قال ومنحناها البياني لهذه الدالة F الممثل في الشكل المقابل في معلم متعامي ومتجانس، ها هو المنحنى البياني هذا يا أبنائي وهذا. قال المطلوب ناقش بيانيا عدد وإشارة حلول المعادلة في كل حالة حسب قيم الوسيط M. عندنا واحد، عندنا F لX تساوي لنا M، ثم F لX تساوي لنا ناقص M، ثم F لX تساوي لنا M زائد واحد، وعندنا F لX تساوي لنا M ناقص واحد، وعندنا F لX تساوي لنا القيمة المطلقة لـ M، وعندنا F لX تساوي لنا M مربع، وعندنا كذلك المعادلة كذلك اللي هي واحد زائد واحد على X زائد واحد تساوي لنا M. ثم عندنا الجزء الثاني، قال F لX تساوي لنا M في فتح قوس X زائد واحد مع دالتا M، هذا مستقيم، لاحظوا كيف هو Y يساوي لنا M في X زائد واحد. قال بين أن جميع المستقيمات دالتا M تشمل نقطة واحدة مهما كان M ينتمي إلى R يطلب تعيين إحداثياتها. ثم بقى نناقش حسب قيم M عدد ماذا؟ حلول المعادلة، ليس هنا عدد وإشارة، وهنا عدد حلول المعادلة F لX تساوي لنا M في X زائد واحد. هنا حتى نختصر كل الأمور ثم ننطلق في هذه الحالة، من لاحظوا جيدا أبنائي حتى تكون أمورنا جد واضحة، هذه هنا كليا إنها مناقشة أفقية، عندنا هذه إنها مناقشة مائلة، وهذه يا أبنائي إنها مناقشة دورانية، لأن المناقشة البينية فيها ثلاث حالات، عندنا الأفقية وعندنا ماذا؟ المائلة وعندنا الدورانية، وهي خاصة بالشعب الثلاث، تقني رياضي ورياضي والعلوم التجريبية وكذلك التسيير. إذا لننطلق الآن في حل كل واحدة على حدة. إذا ننطلق في الحالة الأولى أبنائي، لاحظوا F لX تساوي M. أولا قبل أن نتحدث عن F لX تساوي M وكل الحالات، أولا نقول هنا لاحظوا جيدا، نقول كجملة عليكم أن تفهموها جيدا واحفظوها، نقول حلول المعادلة F لX تساوي، أولا عندنا هذه ما هي؟ M، عندنا F لX تساوي M أو F لX تساوي ناقص M، المهم F لX تساوي شيء فيه M. إذا حلول المعادلة F لX تساوي M، قلت أو F لX، المهم كل هذه الحالات التي ذكرت، حلول المعادلة هي، اسمعوا جيدا، هي فواصل، يعني بما أن فواصل معنى الأمر متعلق بمحور الفواصل حتى نفهم جيدا، هي فواصل تقاطع، عفوا قلت تقاطع من؟ تقاطع CF اللي هو المنحني مع المستقيم ذو المعادلة، احفظوا هذه يا أبنائي أرجوكم، Y يساوي لنا هنا كم أعطيت لنا في الحالة الأولى؟ M، إذا Y يساوي M، Y قلت ماذا يساوي؟ M،
إذن أعيد، نقول حلول المعادلة f لx تساوي m هي فواصل تقاطع cf مع المستقيم ذو المعادلة y يساوي m. هذه حتى نفهم جيدا. الآن ننطلق في الحالة الأولى، كيف تكون هذه المناقشة؟ y يساوي m، لأن هذه f لx، انظروا f لx منحناها البياني ها هو، لهذا قال ناقش بيانيا، يعني الأمر يكون مع البيان. وإذا كان الطالب يعني مخطئ في رسم البيان، أكيد مناقشة البيان سوف يكون فيها أخطاء، لهذا احذروا جيدا. مع المستقيم Y يساوي M، مستقيم Y يساوي M يا أبنائي سوف أرسمه أمامكم، انظروا ها هو، لاحظوا وتابعوا معي. Y يساوي كم؟ يساوي M. كيف يكون هذا يا أبنائي؟ إنها مناقشة أفقية. كيف تكون؟ انتبهوا معي أرجوكم، لأن الأمر يصبح جد بسيط. الآن الأمر دائما يكون قبل أن نتحدث مع أم، نتحدث مع شيء اسمه إيغريك. في هذه الحالة ركزوا، الآن لو الإيغريك، نحن نعلم أن الإيغريك يا أبنائي يكون هو هذا، هو محور التراتيب، الإيغريك دائما هنا. إيغريك كم يكون في هذا المكان؟ أكيد من هنا يكون ناقص ما لا نهاية، وهنا يكون زائد ما لا نهاية. كيف تكون مناقشة؟ قلنا أفقية، فمعناها المستقيم ينطلق من هنا من الأسفل ويبدأ بالصعود، ونبحث عن التقاطع ونسقطه على محور الفواصل. محور الفواصل هنا سوف أسميه هنا نضعه باللون الأخضر حتى الأمور تصبح، لما أقول على المستقيم الأخضر حتى تفهموا أنه محور الفواصل. ها هو محور الفواصل، لاحظوا الآن ينطلق المستقيم بعملية الزحف. لاحظوا من أين انطلق؟ من ناقص ما لنا. كم يوجد لنا من حل؟ لو نلاحظ جيدا أبنائي، ها هي نقاط تقاطع، ها هي تقاطع. الآن أسقط هكذا كم؟ واحد سالب. أسقط الأمر الثاني كم؟ انظروا إلى النقطة الحمراء مع محور الفواصل، قلت دائما الإسقاط يتم على محور الفواصل، كم؟ حلان. إذن ثم ها هو يكمل السير، كم؟ حلان. ثم هنا كم؟ حلان. يعني ما معنى حلان؟ معناه نقطتين في التقاطع، واحدة ها هي والأخرى هي، كيف هما؟ سالبتان. انظروا سالبتان إلى غاية ماذا؟ انظروا ما زال حلان 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 إلى غاية هذا الجبل، انظروا إلى هذا الجبل. فماذا نقول يا أبنائي؟ نقول آم، لأن قال ناقش حسب قيم آم، آم ينتمي من ناقص، لأن القيمة التي أخذها إيغريك يأخذها آم. اسمعوا جيدا، إذا أخذ الآم هنا الإيغريك كم؟ هنا ناقص 2، نضعه هنا ناقص 2، آم كم يصبح؟ يصبح ناقص 2. إذا تصبح لنا من ناقص ما لا نهائي غاية ناقص 2 مفتوح. كم للمعادلة؟ للمعادلة نقول للمعادلة حلان كيف هما؟ سالبان، لأن الإسقاط يتم على محور في الجهة هذه حتى نفهم جيدا. لاحظتم؟ سالبان متمايزان، لاحظوا ليس مضاعفان. ثم الآن هنا في هذه القيمة الحدية كم يوجد لنا من تقاطع؟ يوجد لنا تقاطع واحد. كيف نقول؟ نقول آم يساوي الآن في هذا المكان كم يكون آم؟ إيغريك يكون ناقص 2، إذن آم كم يصبح؟ يصبح لنا كذلك ناقص 2. نقول للمعادلة حلا كيف هو؟ مضاعفا. يا أبنائي احفظوا، عند كل قيمة حدية، دنيا هذه عظمى وهذه الدنيا، لما تكون مناقشة أفقية نقول حل مضاعف، يعني لو كانت معادلة من درجة ثانية يكون المميز كيف هو؟ يكون المميز يا أبنائي يساوي صفر، حتى نفهم جيد. بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن لنكمل ماذا؟ السيران. تخيلوا الآن لو يكمل هكذا، هل يوجد تقاطع؟ لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد، هنا لا يوجد، لا يوجد إلى غاية هذا المكان. فماذا نقول؟ نقول آم ينتمي من ناقص 2 إلى غاية 2 مفتوح، لا يوجد حلول للمعادلة، يعني F لX تساوي آم. ثم الآن آم هنا كم يكون؟ يكون 2، آم يساوي 2 للمعادلة حلا كيف هو؟ مضاعفا. وحتى هنا يعني لما كان هنا نعرف قيمته في هذا المكان كم؟ ناقص 2. هنا كم الحل؟ كم؟ إنه X يساوي 0، لأنه يظهر حل ظاهر في هذه الحالة. ثم بعدها أبنائي سوف نكمل الآن مع البقية، سوف يكمل السيارة. لاحظوا كم يوجد لنا من حل؟ لو ندقق جيدا أسقط على هذا، حل سالب من هنا، حل موجب إلى غاية في رأيكم إلى ماذا؟ انظروا حلان أحدهما موجب الآخر سالب، أحدهما موجب الآخر سالب، إلى أن يكمل إلى هذا المكان إلى غاية زائد ما لا نهاية. فنقول
آم ينتمي من الاثنان مفتوح، قلت اثنان مفتوح إلى غاية زائد ما لا نهاية للمعادلة، كيف حلان متمايزان أحدهما سالب والآخر كيف هو؟ والآخر موجب. لاحظتم؟ ها قد الآن أنهينا مع الحالة الأولى. نتطرق الآن أبنائي إلى الحالة الثانية. دققوا أرجوكم لأن الأمر أصبح الآن أظن أن أصبحتم يعني تفهمون الفكرة العامة. لكن لاحظوا جيدا لأن تختلف كل أخترت هذه الحالات لأن الأكثر شيوعا في البكالوريا. الآن نأتي إلى الحالة الثانية. ما هي الحالة الثانية؟ الحالة الثانية هي f لx تساوي ناقص m. معناه هنا كما أشير، ركزوا جيدا، هنا نكتب هنا ناقص، انظروا باللون الأخضر هيا تظهر ناقص آم. لما نقول ناقص آم كذلك نقول هكذا، اسمعوا جيدا، ها هي ناقص آم. نقول نفس الشيء، حلول المعادلة اف لإكس يساوي ناقص آم هي فواصل تقاطع سي اف مع المستقيم ذو المعادلة إيكغيك يساوي ناقص آم. الآن إذا كان إيكغيك يساوي ناقص آم، فإن آم ماذا يصبح يساوي؟ في هذه المعادلة، فإن آم أكيد يصبح يساوي ناقص إيكغيك. أضرب هذه لأننا نحن نناقش حسب قيم آم. أضرب الآن هذه في ناقص، يصبح ناقص إيكغيك يساوي آم. الآن كل القيم التي وجدت في المعادلة هذه نعكسها حتى تفهموا جيدا. الآن إذا كان إيكغيك، لاحظوا جيدا، إيكغيك يمسح من ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية. ركزوا جيدا، هذا إيكغيك، لاحظوا إيكغيك يكون من ناقص ما لا نهاية إلى غاية هنا ناقص 2، ركزوا ناقص 2. الآن المستقيم تغيرت يعني تصبح هذه المناقشة هي إيكغيك يساوي ناقص آم. هنا كما أشير في هذا المكان وضعت ناقص آم ليس مثل ما كان في الأول آم. ركزوا، ها هو المستقيم، عفوا ها هو قلت المستقيم، أما المستقيم الآخر فلا نحتاجه الآن. ركزوا جيدا، نتركه، هذا المستقيم لا يظهر أصلا. ثم الآن ننطلق في عملية المناقشة يا أبنائي. إذا قلت آم يساوي ناقص إيكغيك، كل قيمة يأخذها إيكغيك يعكسها آم. معناه إذا كان الإيكغيك هو الذي يظهر، مستقيم يظهر عليه الإيكغيك، إيكغيك من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص 2، فإن آم ماذا يصبح؟ آم يصبح ينتمي، ركزوا، أضرب هذه في ناقص لأن هذه قيمة الإيكغيك، أضربها في ناقص، يصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا 2. أضرب هذه في ناقص، ماذا يحدث؟ تصبح لنا زائد ما لا نهاية. لاحظتم كل الأمور؟ نقول نفس الشيء للمعادلة حلان كيف هما؟ سالبان. الحلان لا تتغير، قيم آم هي التي تتغير. ثم الآن هنا إيكغيك كم يكون؟ إيكغيك يساوي ناقص 2. آتوا بهذه القيمة وضعوها في هذا الموضع، فماذا ينتج؟ ينتج لنا الأمر تصبح لنا آم يساوي 2. افهموا جيدا أبنائي. إذا ماذا نقول؟ نقول للمعادلة حلا كيف هو؟ مضاعفا. قيمته إكس كم يساوي؟ يساوي لو نقول هذا يصبح لي يساوي ناقص 2 حتى يفهم جيدا. ثم بعدها أبنائي لما لاحظوا نقطة أخرى كذلك ننتبه رويدا رويدا. الآن لما ماذا؟ لما يكون الإيكغيك من ناقص 2 إلى غاية 2. إذا إيكغيك ينتمي من ناقص 2 إلى غاية 2. فماذا يصبح لنا فيما يخص يا أبنائي الآن؟ أعكسوا كل شيء، يصبح آم ينتمي من ناقص 2 إلى 2، لا يحدث شيء لأن هذه نضربها كلها في ناقص. فماذا ينتج؟ لا يوجد حلول للمعادلة. هذا الأمر. ثم الآن الإيكغيك يكون في هذا الموضع، هذا المستقيم يصعد إلى هنا. لما يكون إيكغيك يساوي لنا كم؟ يساوي لنا 2. أتوا بهذه القيمة وضعوها في هذه العلاقة، فماذا ينتج؟ ينتج يا أبنائي أن آم يصبح يساوي لنا ناقص 2. للمعادلة حلا كيف هو؟ مضاعفا، يعني هنا قيمة حدية. فيعطينا كم؟ يعطينا إكس يساوي صفر، لأنها لما نسقط يأتينا في الصفر. ثم الآن لاحظوا جيدا وانتبهوا معي، الآن إذا كان إيكغيك ينتمي من هذا المكان إلى غاية زائد من الإيكغيك، إذا من الإثنان إلى غاية زائد من النهاية،
لما نأتي ونضرب هذا المجال في الناقص، هذا المجال كليا نضربه في ناقص، لأن ام يساوي ناقص y، يعني كل القيمة من y تضرب في ناقص، يصبح لنا ام ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 2، يعكس لأن المجال إذا ضرب في ناقص تعكس ما تعكس أطرافه. فماذا ينتج؟ نقول للمعادلة ماذا؟ حلان أحدهما سالب وماذا؟ والآخر موجب. يعني هنا لم تتغير إشارات الحلول أو ما أشبه ذلك، تغيرت قيم آم لأن كانت إيكغ يساوي ناقص آم، حتى نفهم جيدا هذه المناقشة يا أبنائي. بعدما أكملنا مع هذه يمكننا الآن أن نأتي إلى آم زائد ماذا؟ آم زائد واحد. لاحظوا الآن إلى القيمة آم زائد واحد، نأتي إلى هذه المعادلة ونضيف لها هنا زائد ماذا؟ زائد واحد، ونناقش كذلك مثل ما كنا نناقش، لكن الأمور التي تتغير هي مجالات الآم. لاحظتم؟ يعني عدد الحلول أو ما أشبه ذلك أو نقاط التقاطع هذه تبقى هي هي، لكن قيم آم تختلف. كذلك هنا نقول حلول المعادلة f لx تساوي لنا آم زائد واحد، ها هي اللي هي f قلت لي x تساوي لنا ام زائد واحد، هي فواصل تقاطع سي اف مع المستقيم ذو المعادلة y يساوي لنا ام زائد واحد. هنا لو نستخرج قيمة ام ماذا تصبح؟ تصبح لنا ام يساوي لنا ماذا؟ يساوي لنا، لاحظوا ننقل هذا إلى هنا، تصبح لنا اي ناقص، تصبح لنا هكذا، لاحظوا جيدا، تصبح لنا y ناقص واحد، لأن هذا ينقل إلى هنا. y ناقص واحد، الآن الأمر بما أن متعلق ب y ناقص واحد، فكل قيمة نجدها هنا ننقص لها واحد، لأن القيم التي تظهر هنا لما يمر هذا المستقيم قلت هي قيم ال y. أما الوسيط فهو غير لا يظهر مثلما الزمن في الحركة، يعني أي حركة أو أي تفاعل له خاضع إلى زمن، لكن الزمن لا يظهر، لهذا يسمى الوسيط المختفي. لاحظوا جيدا، ركزوا جيدا، إذا كان y قلنا ينتمي ينطلق من ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية إلى غاية هذه القيمة، هذا قيمة ال y، يعني y يكون من ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الناقص 2. لو نأتي بناقص ما لا نهاية ونعوضها هنا، فالآم أكيد سوف يبقى ينتمي ناقص ما لا نهاية. لو نأتي الآن بالناقص 2 ونضعها هنا، لاحظوا جيدا كم تصبح؟ ناقص 2 ناقص 1 تصبح لنا ناقص 3. للمعادلة ماذا؟ للمعادلة حلان كيف هما؟ سالبان، لأن حلان سالبان تبقى هي هي، التقاطع كم؟ يوجد لنا حلان فقط، واسقطوا على محور الفواصل دائما. بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى لما يكون آم في هذا الموضع، يعني Y Y Y يكون قلت في هذا الموضع، إذن Y يساوي كم؟ ناقص 2. لو نأتي بهذه الناقص 2 ونضعها في هذا الموضع كم يصبح آم؟ آم يصبح يساوي لكم ناقص 3. للمعادلة حلا كيف هو؟ مضاعفا، قيمته x يساوي ناقص 2 لأن هنا الإسقاط يكتم هكذا. ثم الآن y ينتمي من ناقص 2 إلى غاية الاثنان، يعني من هذا المكان إلى غاية هذا المكان. الآن من ناقص 2 إلى 2 معناه يصبح لنا آم أين ينتمي يا أبنائي؟ عوضوا بناقص 2 في هذا المكان تصبح لكم كم؟ تصبح لنا ناقص 3، واتوا بهذه القيمة هنا تصبح لنا 2 ناقص 1 معناه إلى غاية 1. لا يوجد حلول للمعادلة يا أبنائي. يقول أحدكم لماذا يا أستاذ لا يوجد حلول؟ انظروا الإيكغريك لما انتقل من ناقص 2 إلى 2 هل يوجد تقاطع؟ لا يوجد. الآم لا يظهر، أعيد وأركز، لا يظهر الآم، القيم التي تظهر هي قيم الإيكغريك، أما ذلك يسمى وسيط، فلهذا نرجو منكم الانتباه. ثم الآن عندنا إيكغريك يساوي لنا هذه القيمة كم؟ هذه القيمة اللي هي 2، لما نأتي بهذه ونضعها هنا فماذا يصبح آم؟ آم يصبح يساوي لنا كم؟ 2 ناقص 1 تصبح لنا 1. للمعادلة الآن تبقى لنا كذلك، يعني المستقيم لما يكون في هذا المكان Y كم يكون؟ الـ Y قلنا يكون 2، أما الآم يكون 1. يقول أحدكم لكن ها هو 1. لا يا أبنائي، هذا الواحد لـ Y لأن الآم لا يظهر، اسمعوها جيدا، يعمل مختفي،
إذن تصبح لنا للمعادلة ماذا حل لنا؟ مضاعفا قيمته x يساوي صفر. ثم الآن y ينطلق من 2 إلى غاية زائد ما لا نهاية. إذن y ينتمي من 2 مفتوح إلى غاية زائد ما لا نهاية. لما نأتي بهذه القيمة إلى هنا فيصبح لنا ماذا؟ يصبح لنا m ينتمي من ماذا؟ من عوض الآن هنا باثنان يصبح لنا واحد، واتو بهذه الزائد ما لا نعوضها هنا، زائد ما لا ناقص واحد تبقى لنا هي زائد ما لا، معناها لا يحدث شيء مهما كان لا يحدث لأن ما لا نهاية. إذا ماذا نقول للمعادلة؟ ماذا؟ حلان كيف هما يا أبنائي؟ مختلفان في الإشارة، مختلفان في الإشارة. كيف ذلك؟ معناها هو واحد يأتيكم في هذه الجهة سالب لما نسقط هنا، والآخر يأتيكم في هذه الجهة موجب فقط يا أبنائي. الآن بعدما أنهينا مع هذه الحالة نأتي الآن بنفس الشيء إلى الحالة اللي هي f لي x يساوي لنا m ناقص واحد، معناه تكون تقاطع المنحني سي اف مع المستقيم ذو المعادلة y يساوي لنا m ناقص واحد، معناه m يصبح يساوي لنا y زائد واحد لأن هذا أنقله إلى الطرف الآخر. معناه ماذا يحدث؟ لا يحدث أي شيء إلا أنه المعادلة يا أبنائي كيف تصبح؟ سوف آتي بالمستقيم الآخر ودائما نحدث عليه بعض التغييرات. انظروا ها هو المستقيم، معناه يصبح لنا هنا ماذا قلنا؟ ناقص واحد. قلت المستقيم هو y يساوي لنا m ناقص واحد حتى نفهم جيدا. إذا ها هو المستقيم، أما هذا نختفي به حتى نحتاجه في الحالات التي بقيت لنا أبنائي. إذا فننطلق الآن y هو الذي يظهر. y من أين ينطلق؟ ينطلق من ناقص ما يبدأ بالصعود 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 إلى غاية الناقص 2. هذا من؟ هذا y. إذا y ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص 2. لو نأتي الآن بالناقص ما نعوضه هنا كم تصبح؟ تصبح لنا m ينتمي من ناقص ما لا نهاية. نأتي الآن بناقص 2 نعوضها هنا كم تعطي لنا؟ ناقص 2 زائد 1 تصبح لنا ناقص 1. للمعادلة كم؟ حلان سالبان وانتهى الأمر. قلت الحلول لا تتغير، ما تغير هذا الآن، أما مجالات الآن هي التي أصبحت تتغير. ثم عندنا كذلك لما y يساوي لنا ناقص 2 يعني y يكون هنا وأما الآن لا يظهر، نأتي بهذه القيمة ونعوضها هنا فماذا ينتج؟ ينتج لنا أن m يصبح يساوي ناقص واحد. للمعادلة ماذا؟ حلا كيف هو؟ مضاعفا قيمته x يساوي كم؟ ناقص 2. لاحظتم؟ ثم بعدها أبنائي لما كذلك ثم نكمل الآن حلا، قلنا مضاعفا ها هو الحل مضاعف لما يكون m كم يساوي؟ قلنا يساوي ناقص 2. بعدها أبنائي نأتي الآن، ليس الآن إنما الـ y، أما الآن يساوي كم؟ يساوي ناقص واحد. الآن الـ y ينطلق من الناقص 2 إلى غاية الاثنان، من هو هذا؟ الـ y. إذن y ينتمي من ناقص 2 إلى غاية الزائد 2. لو نأتي الآن بنعوض هذه هنا كم يصبح؟ يصبح لنا m ينتمي من ماذا؟ من ناقص واحد. الآن نأتي بهذه إلى غاية هنا، إلى غاية ماذا؟ الثلاثة. لا يوجد حلول للمعادلة مهما كان أم ينتمي في هذا المجال. بعدها نأتي إلى هذه القيمة الحدية هنا، y كم يكون هنا؟ y يساوي لنا 2. لو نأتي بهذه القيمة نضعها في هذا المكان لأن نحن نتحدث مع y والمطلوب هو ناقش حسب قيم أم. الـ y نلاحظه أما المناقشة تتم على قيم أم حتى نفهم جيدا. إذا عوضنا هذا في هذا المكان فماذا يصبح؟ يصبح لنا m يساوي لنا كم؟ 3. للمعادلة حلا كيف هو؟ مضاعفا قيمته x يساوي لنا، نسقط هكذا إنها قيمة الصفر. الآن بعدها نكمل. بعدها أبنائي الآن قيمة الـ y المستقيم يتم عمل الزحف من 2 إلى غاية زائد ما لا نهاية. الآن إذا كان y ينتمي قلنا من 2 إلى غاية زائد ما لا نهاية طبقا لهذه القاعدة ماذا يصبح لنا m؟ m يصبح كم؟ يصبح لنا من 3. لاحظوا لأن لما نأتي بهذه القيمة إلى هنا تصبح لنا من 3 إلى غاية 1 زائد ما لا نهاية اللي هي زائد ما لا نهاية. نقول للمعادلة حلان كيف هما؟ مختلفان
في الإشارة. معنى أحدهما موجب والآخر كيف يكون؟ يكون سالب. هذه هي الحالات الأسهل اللي هي بهذه الطريقة. الآن بعدما أنهينا مع هذه الحالة، نأتي الآن إلى حالة لما تكون موجودة شيء اسمه القيمة المطلقة. ننتبه إلى هذه الحالة أبنائي، لاحظوا القيمة المطلقة لما يكون Y يساوي القيمة المطلقة لـ M. الآن ننتبه لأن هنا ما يأتينا هو خواص القيمة المطلقة. أولا، هل يمكن أن يكون هذا المستقيم في هذه الأماكن أم لا يمكن؟ ركزوا جيدا، نحن قلنا أولا المستقيم يمر حسب قيم ماذا؟ Y، والآن يبقى هو وسيط. لاحظوا وانتبهوا معي، مثلا لو جئنا إلى هذا المكان، مثلا هنا Y كم يكون؟ يكون ناقص 3. هل يمكن أن نقول يا أبنائي أن ناقص 3 تساوي القيمة المطلقة لآم؟ لا يمكن. لماذا؟ لأن نحن نعلم أن القيمة المطلقة لآم دائما أكبر أو يساوي صفر. هذه خواص القيمة المطلقة، أنها قيمة دائما موجبة، ليس موجبة إنما موجبة. أي أنه بما أن Y يساوي القيمة المطلقة، معناه Y يكون موجب لأن يساوي القيمة المطلقة لآم. لهذا انتبهوا، معناها المناقشة لا يمكن أن تنطلق في هذه الجهة السفلية، أن تنطلق من هنا من الصفر، من الصفر فما فوق فقط. فنقول إذا كان Y أكبر أو يساوي الصفر، ماذا ينتج؟ ينتج أن القيمة المطلقة لآم أكبر أو تساوي الصفر. ركزوا أرجوكم يا أبنائي لهذه الحالة، أعيد. أولا قلنا لا يمكن أن يكون هذا المستقيم في هذه القيم السالبة، لأن هنا لو نقول Y يساوي ناقص 1، لا يمكن أن نقول القيمة المطلقة لآم تساوي ناقص 1. لاحظتم هذا الأمر ويجب عليكم أن تكونوا على دراية. إذن أولا قيم Y يجب أن تكون أكبر أو يساوي صفر، لكن يقول أحدكم هل دائما؟ لا، يمكن أن يعطي لنا هكذا مثلا القيمة المطلقة لآم ناقص 1، فنقول أكبر أو تساوي صفر. هل نقول أكبر أو تساوي صفر أم لا؟ هنا تختلف القضية، لأن لو جاءت Y يساوي القيمة المطلقة لآم ناقص 1، هنا سوف نناقش، نقول إذا كانت أكبر نناقش في هذه الحالة، ونناقش يوجد حالات كثيرة، لكننا لا حتى لا أخلط عليكم كل الأمور، فنقول لما تكون القيمة المطلقة لآم تساوي Y. القيمة المطلقة لآم أكبر أو يساوي صفر إذا كان آم ينتمي إلى كل الأعداد الحقيقية يا أبنائي، كل الأعداد الحقيقية يمكن أن تحقق، وخذوا أي رقم في هذا المكان، نأخذ حتى صفر، صفر أكبر أو يساوي صفر، نأخذ ناقص 5، ناقص 5 القيمة المطلقة هي 5، 5 أكبر من الصفر، معناه آم يكون يمسح R. إذا كان آم يمسح R، معناه هل يوجد لنا آم من ناقص ما لا نهاية إلى زائد ما لا نهاية؟ لكن ننتبه جيدا، إذن كما قلت، إذا قلنا أن آم يمسح R يعني كل أعداد الحقيقية، وهنا لا يوجد تقاطع، هل هذا الكلام صحيح؟ أنه لا يوجد تقاطع أصلا؟ تخيلوا هذا المستقيم لو يكمل سيرنا، ها هو يوجد حل، هنا كم يوجد حلان؟ لهذا علينا أن نكون حذرين في المناقشة. ما رأيكم أن نقول Y يكون من هذا المكان إلى غاية هذا المكان؟ انظروا وتابعوا معي أرجوكم حتى تفهموا لهذه الحالة. إذا كان Y محصور ما بين الصفر وماذا؟ والاثنان. ما معناه؟ معناه أن القيمة المطلقة لآم تكون أكبر أو يساوي الصفر وأقل تماما من الاثنان. هذه محققة دائما، يعني لا تهمون، هذه دائما محققة حتى نفهم جيدا. معناه الشيء الذي علينا أن ننتبه له هو هذا، معناه أنه ماذا؟ أنه اثنان أقل تماما، أكبر تماما من ماذا؟ من القيمة المطلقة لآم. لماذا أبنائي؟ لأن قلنا الإيجراد يكون من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا. فإن ماذا؟ فإن هذه قلنا محققة مهما كان آم، لكن هذا الجزء ليس محقق مهما كان آم، لأن لو كان الآم مثلا هنا يأخذ 10، 10 لا يمكن أن يكون أصغر من 2. هذه ماذا تقول قاعدة؟ نعود الآن إلى حل متراجحات بالقيمة المطلقة. هذا يعني إذا جئنا إلى هذه، فهنا نقول ناقص 2 وهنا 2،
فمجموع الحلول يكون في هذه الأماكن، في هذه الأماكن، أي أن الآم يكون ينتمي من ناقص اثنان إلى اثنان مفتوح. وعوضوا أي قيمة، عوضوا بناقص واحد، القيمة المطلقة لناقص واحد هي واحد، إذن صحيح. عوضوا مثلا بناقص صفر أو 0.5، 0.5 صحيح، يعني أي قيمة تكون في هذا المجال تحقق. نقول آم ينتمي من ناقص اثنان إلى اثنان لا يوجد حلول، هذا الشرط الأول. إذا قلت المناقشة تنطلق من هذا المكان مع إجرك، أما الآم فلا يمكن أن نقول الآم سوف يأخذ قيم عدة وعديدة. إذا الحالة الأولى لما يكون القيمة المطلقة لآم أصغر من الاثنان فلا يوجد حلول للمعادلة. ثم الآن بعدها أبنائي سوف نأتي الآن إلى أنه لما يكون في هذا الموضع، لما يكون في هذا الموضع يصبح لنا Y تساوي لنا 2، أي القيمة المطلقة لآم تساوي لنا 2. القيمة المطلقة لآم تساوي لنا 2، حلول هذه المعادلة لما آم يساوي لنا ناقص 2 ولما الآم يساوي لنا 2. وعوضوا هنا ناقص 2 القيمة المطلقة لناقص 2 كم؟ هي 2. عوضوا بالإثنان القيمة المطلقة لإثنان تساوي لنا 2 كذلك صحيح. معناه ماذا نقول؟ نقول أن آم يصبح يساوي لنا ناقص 2 وآم أو آم أو آم يساوي لنا كم هنا؟ أو آم يساوي لنا 2 للمعادلة. ماذا حلا؟ كيف هو مضاعفا؟ يبقى دائما الحلول أنها مضاعفة، أنها قيمة حدية. بعدها أبنائي نأتي الآن لما يكون الإيجراج أكبر من هذه القيمة. إذا إيجراج أكبر تماما من ماذا؟ من 2، أي القيمة المطلقة لآم تكون أكبر تم من 2. القيمة المطلقة أكبر تم من 2 إذا كان الآم، لاحظوا هنا وهنا دائم مفترق الطرق، إذا كان آم ينطلق من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص 2 واتحاد من 2 إلى زائد ما لا نهاية. معناه آم ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية ناقص 2 مفتوح اتحاد من 2 إلى غاية زائد ما لا نهاية. وتعالوا مثلا عوضوا أي قيمة من هذا المجال وهذا المجال، عوضوا بناقص 5، قيمة مطلقة ناقص 5 أكبر من 2، عوضوا بعشر، 10 أكبر من 2. إذا ماذا نقول للمعادلة؟ نقول كذلك للمعادلة ماذا؟ حلان مختلفان في الإشارة، لأن في هذه الأماكن يا أبنائي تكون حلول أحدهما سالب وآخر موجب فقط. أظن أن الفكرة قد وصلت لما نستعمل قاسية القيمة المطلقة. عليكم أن تكونوا على دراية بحل المعادلات والمتراجحات من القيمة المطلقة، ويمكنكم أن تكتبوا القيمة المطلقة للأستاذ نور الدين، سوف تجدون عدة فيديوهات تتحدث عن حلول المعادلات والمتراجحات. نأتي الآن في الحالة الأخرى اللي هي f لx يساوي لنا آم مربع. قلت كم؟ آم مربع. فيما يخص هذه آم مربع كذلك تشبه الحالة التي كنا ندرس فيها. ما هي؟ إذا أولا نقول حلول المعادلة f لx تساوي لنا آم مربع هي فواصل تقاطع المنحني سي اف مع المستقيم ذو المعادلة، قلنا إيجراج يساوي لنا آم مربع، هذه لا جدال فيها. الآن لو نعود الآن وننتبه، أولا إذا كان عندنا نحن نعلم أن آم مربع أكبر تم من الصفر، فهذا يعني أنه إيجراج أكبر أو يساوي الصفر، فالإيجراج كذلك يكون أكبر أو يساوي الصفر، معناها المناقشة سوف تكون مثل القيمة المطلقة تنطلق من هذا المكان. الآن من هذا المكان إلى هذا المكان، لأن القيم هذه يمكن لا يمكن أن تكون يعني Y يساوي ناقص واحد، يقول أحدكم لماذا؟ هل يمكن أن نقول ناقص واحد يساوي أم مربع؟ هذا غير موجود في الرياضيات، حتى نفهم لا تقول أين الأستاذ ماذا يقول؟ إذا نقول إذا كان Y ينتمي في هذا المجال، ما هو المجال؟ أنه Y أكبر أو يساوي صفر وأقل تم من 2، لا أن أقول أقل تماما حتى لا نتجاوز عن الحل المضاعف. إذا فماذا ينتج؟ ينتج لنا أن آم مربع يكون أكبر تماما، أكبر أو يساوي صفر وأقل تم من 2. تجاوزت هنا الاثنان، نترك لها المجال مفتوح حتى لا نتجاوز الحل المضاعف. إذا هذا ماذا يعني يا أبنائي؟ أنه يعني لو نجذر هنا ونجذر هنا ونجذر هنا لا يحدث شيء. ماذا يحدث؟ يحدث أنه تصبح لنا هكذا، ركزوا، تصبح لنا أنه جذر آم مربع إذا خرج أي عدد لا نعرف قيمته تحت من تحت التربيع فتقول القاعدة نحتفظ بالقيمة المطلقة.
قيمة يعني هكذا مثلا إكس مربع تحت الجذر يساوينا القيمة المطلقة لإكس. كذلك بما أن القضية متعلقة بآم فنقول القيمة المطلقة لآم أقل من جذر 2 حتى نفهم جيدا، أرجوكم افهموا معي. إذا ما لم أفعل كانت هنا مربع مربع مربع، هذه قيمة موجبة وهذه موجبة وهذه موجبة، فماذا فعلت؟ جذرت. جذر صفر يبقى هو صفر لا جدال. الآن مثل ما عدنا من جديد، القيمة المطلقة أصغر من جذر 2، معناه لما نأتي هنا تصبح لنا ناقص جذر 2 وهنا جذر 2، فنقول آم يصبح ينتمي من ناقص جذر 2 إلى غاية جذر 2 مفتوح. ماذا نقول؟ لا يوجد حلول للمعادلة. يا أبنائي قلت الآم لا يظهر هنا في المعلم، أرجوكم حتى لا تختلط عليكم. يعني المستقيم هذا لما يزحف من هذا المكان إلى هذا المكان لا يوجد نقاط تقاطع، معناه لا يوجد حلول. ثم الآن في هذا المكان كم يكون لنا الإيجراك؟ معناه إيجراك يصبح يساوينا 2 ويساوينا آم مربع. فإن آم مربع يساوينا 2، معناه إما آم يساوينا هنا لو نضع هكذا ونضع هكذا ونضع هكذا، ماذا يحدث؟ يصبح لنا القيمة المطلقة آم مربع تحت الجذر، معناه يصبح لنا القيمة المطلقة لآم تساوي جذر 2، ومنه آم ماذا يصبح؟ يصبح يساوي جذر 2 أو آم يساوي ناقص جذر 2. عوضوا. ماذا نقول للمعادلة حلا كيف هو؟ مضاعفا، لأن هنا الإسقاط يتم في هذا الأمكان. لاحظتم؟ ثم بعدها أبنائي نأتي لنكمل الآن لما يكون الإيجراك هنا، يعني إيجراك أكبر تماما من الاثنان، معناه أصبح لنا آم مربع أكبر تماما من الاثنان، معناه لو نجذر الطرفين تصبح القيمة المطلقة لآم أكبر من جذر 2، معناه أنه مثل ما قلت لكم هنا تصبح لنا ناقص جذر 2 وهنا جذر 2. الآم يجب أن يمسح هذه الجهة وهذه الجهة، فنقول آم ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص جذر 2 اتحاد من جذر 2 إلى زائد 8، وقلت أن آم لا يوجد له مكان في هذا المعلم، إنما هو وسيط لا يظهر. ماذا نقول؟ نقول كذلك للمعادلة حلان مختلفان، عفوا قلت مختلفان في الإشارة حتى نفهم جيدا، ها هم أمامكم. يعني في هذه المناقشة البيانية ليس عدد الحلول الذي تغير، إنما قيم آم ومجالاتها هي التي تغيرت حتى نفهم وجه الاختلاف في المناقشة البيانية. والآم لا يظهر إلا في بعض الحالات، مثلا الحالة التي ظهر فيها آم هو هذه، لأن هنا أصبح إيجراك يساوي آم، ما يأخذه إيجراك يأخذه آم، أما هنا ما أخذه إيجراك ماذا فعل؟ عكسه آم، وهنا ما أخذه إيجراك ماذا؟ أضفنا له واحد، وهنا ما أخذه إيجراك أنقصنا له واحد، وهنا ما أخذه إيجراك وضعنا له القيمة المطلقة، وهنا ما أخذه إيجراك ربعناه، حتى نفهم جيدا الفكرة. ثم نعود دائما مثل ما فعلت، وإن لم تفهموا شيء أعيد الفيديو في هذه النقطة سوف تفهمون كل شيء. بعدما أنهينا مع هذه الحالة نأتي الآن إلى المناقشة الأخرى، ما هي؟ قال 1 + 1 على إكس زائد 1 يساوي. هنا أكيد وأعطى لنا المستقيم المقارب بالمائل، أكيد سوف يكون لها علاقة مع المستقيم المقارب المائل أو الماس. هنا بما أن أعطى المستقيم المقارب المائل فلنعمل. أولا قال ناقش بيانيا، ما دام بياني معناه سوف يكون الأمر متعلق بالدالة والبيان. لاحظوا ها هي عبارة الدالة، لكن يقول أحدكم كيف نستخدم عبارة الدالة مع الأشياء التي أنت تفعلها؟ لاحظ، أولا قال ناقش بيانيا، معناه البيان هو المصدر الحقيقي، هو ها هو البيان، ها هو أمامكم. لكن هل هذه هو بيانها؟ لا، بيانها هو بيان الدالة F. إذا هنا علينا من ننطلق من هذه المعادلة، يجب أن نجد، اسمعوا جيدا، F لX تساوي شيء فيه آم، لا يهم من أين ننطلق، من هذه القيمة علينا أن نجد هذه تساوي شيء فيه آم، لا يهمني هذا الشيء مهما كان. الآن تعالوا إن نذهب إلى هذه المعادلة التي أعطيت لنا، ها هي أمامكم. ما رأيكم أبنائي لو نضيف إكس إلى كل طرف؟ انظروا هذه ماذا أصبحت؟ أصبحت F لإكس. إذا تصبح لنا F لإكس يساوي لنا ماذا؟ إكس زائد ماذا؟
زائد ام، ها هي مثل ما قلت لكم اف لاكس يساوي شيء فيه ام لا يهمنا، لان فيه بعض الحالات تعطى لكم العباره مثل هذه يعني غير منظمه، فعليكم ان تفكروا ان يجب ان نجد من هذه نجد اف لاكس يساوي شيء فيه ام، نضيف شيء ننقص، المهم عليك ان تصل. انا هنا لاحظت الى هذه العباره انه مع هذه طبقا مع هذه وجدت ان ينقصها الى الاكس، لما عوضت وجدت مباشره اف لاكس تساوي لنا اكس زائد ام. تابعوا جيدا، ها هو الان حل المشكل. الان ما طبيعه هذه المناقشه؟ انها مناقشه مائله. لماذا مائله؟ نقول حلول المعادله اف لاكس تساوي لنا اكس زائد ام، أو حلول هذه المعادلة كذلك تكافئها، هي فواصل تقاطع من سي اف مع المستقيم من دالتا ام ذو المعادلة، مثل ما قلت ايكغيك يساوي لنا اكس زائد ماذا؟ زائد ام. ولاحظوا الآن يا أبنائي حتى تعرفوا طبيعة المناقشة، انظروا إلى هذا المستقيم، ألا تلاحظون أنهم عندهم نفس معامل التوجيه؟ هذا واحد وهذا واحد؟ نعم. إذن مناقشة مائلة معناه سوف تكون مثل هذا، مثله، يسير مثله يعني بالميلان. فنقول مناقشة لماذا؟ لأن عندنا يصبح لنا دالتا هذا يوازي دالتا أم، لأن لهم نفس معامل التوجيه، هنا واحد وهنا واحد حتى نفهم جيدا. يكون المستقيمان متوازيان إذا كان العدد المضروب في الإكس للأول يساوي العدد المضروب في الإكس للثاني فهما متوازيان. فالمناقشة سوف تأتيكم، لاحظوا كيف تأتي، تأتينا لاحظوا إذا جئنا إلى هذه نقول إيغريك يساوي لنا ماذا؟ إكس زائد ماذا؟ لاحظوا وانتبهوا معي أرجوكم، إكس زائد ماذا؟ زائد أم. فالمناقشة تأتيكم مناقشة مائلة، كيف؟ سوف أقوم بالتمييل هنا معكم وانتبهوا سوف تأتيكم هكذا يا أبنائي، لاحظتم؟ يعني لا يوجد مستحيل مع أن نفهم شيء، لا يوجد مستحيل مع الإرادة يا أبنائي فقط. إذن فننطلق الآن في عملية المناقشة. أولا الآن كيف نناقش قيمه؟ نحن نعلم أن كل مستقيم يكتب معادلة تكتب AX زائد ماذا؟ زائد B. انتبهوا جيدا، ونحن عندنا المستقيم الذي أعطينا هو Y يساوي ماذا؟ X زائد ماذا؟ زائد M. هذا ماذا يمثل في المستقيم؟ هذا دائما هذا الـ B يمثل التقاطع مع محور التراتيب دائما. مثلا هنا B كم؟ 5، هنا ناقص 5، هنا ناقص 4، هنا الـ B كم يكون؟ ناقص، هنا 0، هنا 1. فهذه القيمة تعانق هذه القيمة، معناه قيم M تظهر هنا جليا في هذا التمرين، في هذا التمرين تظهر، معناها هي تراتيب تقاطع ماذا؟ المستقيم دالتا ام مع محور التراتيب، مع محور التراتيب فقط. معناها هذه مثلا في هذه الحالة كم تكون هنا؟ تكون ناقص 2، هنا ناقص 3، هنا كم؟ ناقص 4، في هذا المكان ناقص ما لا نهاية، هنا 0، هنا 2، هنا 4، وهكذا ودواليك. الآن ننطلق من أين؟ إذا ينطلق الإيكغريك من أين؟ من ناقص ما يبدأ بالصوت. كم يوجد لنا من حل؟ يقول أحدكم لا أعلم، ها هو حل واحد فقط، لأن هذا المستقيم مهما حتى لو يكمل هكذا إنه موازي لدالتا فيبقى واحد. وهنا كم؟ هنا كم يكون آم أولا في هذا المكان؟ ناقص 4، لأن قلنا آم يكون يأخذ قيم القيم على محور التراتيب. الآن هنا كم؟ ناقص 2، هنا كم؟ ناقص 1، هنا كم؟ 0، هنا كم؟ 1. لما يأخذ واحد هل في رأيكم يوجد تقاطع؟ لا يوجد تقاطع. نقول أم ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى غاية واحد في هذا المكان. نقول للمعادلة كم؟ لما كان هنا كم؟ حل وحيد، كيف هو؟ حل سالب، حل سالب فقط. ثم الآن يكون أم في هذا المكان كم؟ أم يساوي كم؟ واحد. لا يوجد حلول للمعادلة، يقول أحدكم لماذا؟ هنا لا يوجد تقاطع. ثم الآن يكمل، كم يوجد؟ انظروا، ها هو، كيف هو؟ سالب. لو يكمل إلى غاية موجب، عفوا أعذروني، هنا موجب،
لو يكمل إلى غاية هذا المكان كم؟ هذا المكان ينتبه، ها هو المكان كم؟ اثنان. إذن آم ينتمي من الواحد إلى الاثنان، هنا مفتوح للمعادلة حلا كيف هو موجبا. الآن الآم يأخذ هذه القيمة كم يكون؟ حلا معدوم، آم يساوي كم؟ اثنان للمعادلة حلا كيف هو معدوما، لأن الإسقاط يكون هنا. لاحظتم؟ لأنه هو من طلب منا عدد وإشارة، لو قال إلا العدد لذكرنا العدد وانتهى الأمر. الآن من هنا ويكمل، كم يوجد لنا من تقاطع؟ لاحظوا تقاطع وحيد سالب، إذا نقول آم ينتمي من الاثنان إلى غاية زائد ما لا نهاية للمعادلة كيف؟ حلا سالبا. هنا يكون الحلول كيف هي؟ الحلول سالبة فقط. إذا المناقشة من هذا النوع تسمى مناقشة مائلة، وليس بالضرورة دائما تكون لها علاقة مع المستقيم المقارب، مرات تكون علاقة مع ماذا؟ مع المماس. مرات مثلا المماس يكون ليس ميله هكذا، ربما ميله يكون هكذا، ربما يكون ميله هكذا، فتنطلق هكذا وتبدأ. لكن هو يعطي لك أسئلة ممهدة، هل لها علاقة مع المستقيم المقارب أم إما لها علاقة مع المماس؟ فمرات نجدها هكذا مثلا، لاحظ مثلا نجد المنحني يأخذ هذا الشكل، ويكون هذا مستقيم مثلا مقارب، فيعطيها لكم تكون عندها علاقة مع هذا، مع هذا المماس، فنناقش حسب المماس فتنطلق هكذا وتكمل السيرة. بعدما أنهينا مع هذه الحالة نأتي الآن إلى الحالة الأخيرة. إذا في الحالة الأخيرة أبنائي قال أولا بين أن جميع المستقيمات دلتا آم تشمل نقطة واحدة. ما معنى هذا؟ معناه يريد منا إذا جئنا إلى رسم مستقيم هذا، انتبهوا معي، وعندنا إيغراك، قلنا عفوا لاحظوا وانتبهوا معي إلى هذه المناقشة اسمها المناقشة الدورانية، وكان لها حظ في بكالوريا 2016. إيغراك يساوي لنا كم؟ آم، انتبهوا، آم في إكس زائد ماذا؟ زائد واحد. هذا هو، هذه هي هذا المستقيم، انتبهوا معي، انتبهوا أرجوكم. يريد منا أن نثبت أن جميع المستقيمات تشمل نقطة واحدة، معناه هذه النقطة لو فرضنا هذه، معناه هذا المستقيم يأتيكم هكذا مثلا مستقيم، أو يأتيكم هكذا، 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 كلها تتقاطع في نقطة واحدة مهما كان آم ينتمي إلى آر. ثم بعدها ننطلق في المناقشة هذه. أولا انتبهوا معي أرجوكم نقطة نقطة للإجابة على هذا السؤال. إذن كيف نناقش؟ نقول لتكن، أولا لتكن ذي الإحداثية X صفر و Y صفر نقطة، كيف هي؟ نقطة ثابتة مهما آم يمسح R. هذه النقطة اسمها A صفر مثلا، هذه A صفر نفرض أن في هذا المكان اسمها A ذو الإحداثية X صفر Y صفر. كيف نثبت أنه مهما كان آم فإن هذا المستقيمات كلها تتقطع؟ لاحظوا جيدا، فتصبح لنا إذا قلنا أنه دا آ تنتمي إلى هذه المستقيمات اللي هي تنتمي إلى دالتا آم، فماذا يعني؟ نحن نعلم أن إيغريك دالتا آم معادلته إيغريك يساوي آم في إكس زائد واحد. إذا كانت آ تنتمي إلى هذا المستقيم معناها تحقق معادلة، معناها إيغريك صفر يساوي آم في إكس صفر زائد واحد. لو نأتي بهذه القيمة ونعوض نقولها هنا، تصبح لنا آم، انتبهوا وانتبهوا معي، آم في إكس صفر زائد واحد ناقص إيغراك يساوي صفر. نعتبر الآن آم هو المتغير، هذا آم كأنه الآن ليس إكس صفر وإيغراك صفر هما المتغيران، لا هما نقطة ثابتة، لأن قلنا أ نقطة ثابتة، معنى إكس صفر وإيغراك صفر نقاط ثابتة، نقطة ثابتة. المتغير هو آم، معناه نحل معادلة ذات المتغير اسمه آم. ينعدم كثير حدود أو ثنائي حد أو ما أشبه ذلك إذا انعدمت معاملة كثير الحدود. إذا انعدم هذا الجزء، اسمعوا، إذا انعدم لنا هذا الجزء وهذا الجزء، كلمة و، معنى إذا انعدم x صفر زائد واحد يساوي صفر
هو ناقص إيكغيك صفر يساوي صفر، يعني عدم كثير الحدود أو ثنائي الحد إذا انعدمت معاملته، يعني مهما كان هذا الأمر إذا انعدمت معاملة الحدود فاعلموا أنها أو تنعدم معاملة الحدود فإنه يساوي إلى الصفر. أنقل هذا إلى هنا تصبح لنا إكس صفر يساوي لنا كم؟ ناقص واحد. ناقص إيكغيك صفر يساوي صفر، معناه إيكغيك صفر يساوي كم؟ صفر. معناها النقطة ما هي إحداثية؟ ناقص واحد وصفر. إذا جميع المنحنى المستقيمات تتقاطع في هذه النقطة اللي هي ناقص واحد وصفر، هذا هو الجواب. إذا نقول ومنه هكذا، وهكذا جاء السؤال في البكالوريا، ومنه جميع المستقيمات، ليس المنحنيات، المستقيمات دالتا أم تتقاطع أو تشمل تتقاطع نقطة تتقاطع في أو تشمل، كذلك نقول كجملة أفضح، تشمل نقطة كيف هي وحيدة ذات إحداثية ناقص واحد وصفر اللي هي في هذا المكان. ثم بعدها الآن جاء السؤال الذي بعده، قال ناقش بيانيا ماذا عدد حلول، لم يقول والإشارة، فلننتبه جيدا. إذا نقول المناقشة البيانية، المناقشة البيانية، المناقشة البيانية لحلول معادلة ما هي؟ أن تصبح لنا نقول هي تقاطع، أولا حلول المعادلة f لx تساوي لنا n في x زائد واحد هي فواصل تقاطع من؟ cf اللي هو المنحني، ها هو المنحني مع ماذا؟ مع المستقيم دالتا ام، معادلته قد أعطيت لنا اللي هي y يساوي لنا n في x زائد واحد، ها هي. إذا هذه المناقشة هي مناقشة دورانية. يقول أحدكم لماذا دوران؟ نحن قلنا أي مستقيم تكتب معادلته a x زائد b هذا يمثل معامل التوجيه، بالمطابقة هو هذا نفسه، ومعامل التوجيه هو الميل. إذا فتصبح مناقشة دورانية إذا كان الأمر m مضروب في x، لأن لو ننشر هذه هنا تصبح لنا m x زائد m، يعني بما أن هنا بام هو أ والآ هو معامل التوجيه هو الميل، فهي مناقشة كيف هي دورانية. معناه كيف تصبح يا أبنائي؟ أولا انتبهوا أرجوكم، أولا تأتيكم المناقشة هذه هكذا هكذا. الميل في هذه الحالة لو نتابع جيدا، ونأتيكم هنا بالمدور وكأنما دورانية حتى تلاحظوا ذلك بالمدور بأم يعنيكم عبر مدور صغير، ها هو مدور وانتبهوا معي أرجوكم حتى تتعلموا. إذا جئنا وقمنا برسم دائرة للتوضيح، ها هي دائرة حتى تفهموا فقط. الميل ميل 90 درجة كم؟ ميل ناقص 90 درجة، لأن هنا ناقص 90 درجة وهنا 90 درجة وهنا صفر، وهنا الميل كم؟ هنا الميل في هذا المكان معادلة دالتا هي x زائد 1، الميل هنا واحد هو العدد المضروب في الإكس، هو العدد المضروب في إكس. ميل ما هي الزاوية التي ميلها واحد؟ طنجنت لها واحد هو 45 درجة، حتى نفهم جيدا. الآن معناه لو ندقق معي، هنا كم يكون الميل؟ هنا ناقص ما لا نهاية، هنا كم يكون الميل؟ هنا يكون صفر، هنا في 45 واحد، وهنا كم يكون؟ يكون زائد ما لا نهاية. عليكم أن تفهموا هذا، أعيد حتى تفهموا. ميل في هذه هنا في هذا المكان كم يكون؟ يكون ناقص ما لا نهاية، لأن ميل الناقص 90 هو ناقص ما لا نهاية. معناها المستقيم هذا سوف يأتي هكذا، ينطلق بعملية الدوران من ناقص ما لا نهاية بالدوران. هل يوجد تقاطع؟ لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد من ناقص ما لا نهاية، لا يوجد، انتبهوا، لا يوجد، لا يوجد، وهو يدور، لا يوجد، لا يوجد، لا يوجد حتى إلى هنا، لا يوجد، يعني من ناقص ما إلى صفر لا يوجد. ثم نكمل الآن من الصفر إلى غاية، انظروا 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 إلى غاية هذا المكان، يعني انطلقنا من ماذا؟ لاحظوا، انطلقنا من هذا المكان من ناقص ما لا نهاية، لا يوجد تقاطع، لا يوجد، لا يوجد الصفر، لا يوجد، إلى غاية هنا كم؟ واحد. يعني نقول آم ينتمي من ماذا؟ من ناقص ما لا نهاية. الميل يا أبنائي، ميل هذا المكان هو ناقص ما لا نهاية، والميل هنا كم؟ صفر، والميل هنا زائد ما لا نهاية، والميل هنا صفر كذلك لأن لا يوجد ميل. من ناقص ما لا نهاية إلى واحد مغلق،
مغلق، لأن حتى الوحيد لا يمكن. لا يوجد حلول، لأن لا يوجد نقاط تقاطع. وانظروا بأم عينكم، لا يوجد أي نقاط. الآن لو المستقيم يكمل هكذا، يكمل الدوران، كان يوجد من تقاطع. انظروا، ها هو تقاطع وها هو تقاطع، لاحظتم؟ يعني هذا سالب وهذا موجب، لكن هو قال عدد الحلول. الآن لو يكمل الدوران، انظروا وتابعوا معي، ها هو يكمل في الدوران، كم يوجد من تقاطع؟ اثنان. ها هو واحد وها هو واحد. لو يكمل الآن دوران، انظروا كم؟ واحد فوق وواحد تحت، إلى غاية ماذا؟ إلى غاية هذا المكان. هذا المكان كم يكون الميل؟ يكون زائد ميل. نقول أم ينتمي من واحد مفتوح، واحد كيف؟ مفتوح، إلى غاية زائد ما لا نهاية، للمعادلة ماذا؟ حلان مختلفان أو متميزان، أفضل نقول حلان متميزان، يعني غير متساويان، متميزان، لم يطلبوا الإشارة، لم يطلبوا الإشارة. قلت نحن نعلم أن في هذه الجهة، في هذه الجهة السفلية مهما كان، في هذه أقصد في هذه الجهة مهما كان تكون الحلول سالبة، لأن الإسقاط يتم على محور الفواصل. أما هنا لا، هنا في الفوق لا يمكن، لما يكون في هذا المكان هنا كما أشير بالنقطة الحمراء، هنا يكون حل معدوم، لكن هو طلب منا قال عدد الحلول وسكت، فتكون هكذا. إذا المناقشة الدورانية تكون الآن مظروف في الإكس فقط أبنائي، هكذا قد أنهينا.